السلام عليكم. استخدامات البيم سايت يوتيلايزيشن بلاننج، ودي بنظم الحاجات اللي هتتحط في الموقع. يعني في ساعات مباني بتبقى محطوطة مؤقتا temporary، على أساس إن إحنا مثلا مخزن هنعمله، مكان هيبقى المهندسين موجودين فيه، مكان هيبقى موجود فيه مثلا الشدات والحاجات ديت. فكل الحاجات دي ببدأ أنظمها في الموقع. الكرين هيبقى موجود فين، أو ممكن الكرين ده يكون هيتعمل في أكتر من مكان. يعني بعد ما يتعمل هنا خلصنا الجزء ده هتنقل هنا، فلازم يكون عندي الموديل 3 دي و 4 دي عشان ابقى عارف هنقل الحاجات فين او هستخدم الحاجات ازاي. ممكن مثلا المكان بتاع العمال مثلا، او المكان اللي هيبقى في المخازن، لسبب من الاسباب بعد ما هيتعمل هيتنقل في مكان تاني. يعني لسه المكان اللي جوه ده لسه هيسوى، لسه مش محدود، معروف مع حدوده. فهبدأ اشتغل بره وبعد كده هبقى انقل جوه. الحاجات ده بيتطلب ان الناس تبقى عارفه ال 3 دي وعارفه ال 4 دي واشتغلت في تنظيم الموضوع دوت. بس بدل ما هيعملوه 2 دي، لا هيبقى 3 دي 4 دي، هيبقى افضل، والناس هتبقى قادره تستوعب وتفهم الاماكن هتبقى موجوده فين بالظبط.